رح أقلك، بس رح تتفاجئي من اللي رح أقوله. بصراحة زين ما بيحب رابي، هو بيحب نيشال. شو؟ شو؟ أنت شو عم تقول؟ صدقيني ما عم كذب، هاي الحقيقة. رح أحكي لك من الأول، لأنه القصة بلشت من قبل العرس. نحنا كنا برحلة، زين التقى بنيشال هنيك وانعجب فيه. أمير كتير معصب، تعرف إنه ترك البيت مع إنه أبي مانو منيح وكتير تعبان، بس كنت بعرف على طول بيعمل هيك. لازم نستعد، ما عاد فينا نخبي هالشي لوقت طويل، لازم نهيئ حالنا لنعيش ألم هالخطوة. صدقيني اللي رح يصير كتير كبير، مو هيك قلتيني شال؟ لازم نستعد لكل المساوئ حتى ما نخاف من شي ونقدر نواجهه. لا زين، أنا ما بخاف من شي صدقني. وهلأ بما أنك صرت معي ماني بحاجة لأي شي تاني، وجودك معي بكفيني وبقويني. شو رأيك خلينا نعلن لكل العالم أنك صرت لإلي وأنا لإلك؟ طلق رابيل وريحني وبعدين منقله. ايه الحقيقة في شي مهم كان بدي قلك عليه وبتخيل انه رح يبسطك. وانا كمان بدي قلك شغلة. طيب احكي انتي بالاول، انا بسمعك وبعدين انا بقلك الشغلة تبعي. لا لا مو مشكلة، احكي انتي. بعرف حالتكن وبعرف إنه كلنا توترنا وقلقنا وصارت كتير مشاكل بسبب أمير واللي صار، بس أنا اليوم بدي أمحي كل شكوكك وظنونك، ومتأكدة إنه اللي رح أقلك يا رح يفرحك وينسيكي. شو صاير؟ أنا يمكن ماما رح يجي على هالبيت ملاك صغير. أمير، أمير اطلع فيني، اطلع فيني وقل لي إنك عم تمزح معي. ما عم أمزح ماما، ما عندي جرأة لأمزح بهيك قصة لأنه حقيقة بشعة. هي هي الحقيقة، نيشال كذبت علينا كلياتنا وخدعتنا فوقها ودمرت حياة رابيل بكل بساطة. قدرت تهدم بيتها وتنزع كل حياتها بسبب أنانيتها. تزوجته لزين بالسر وبدون ما تخبر حدا. مو مصدقتيني؟ رح ورجيك الصور كلها بعينك. عادي. عن جد؟ عن جد يا روحي؟ يعني رح صير تيتي؟ رح تصيري أحلى تيتي. أنا كتير مبسوطة بهالخبر. أنا اشتقت كتير لبابا، يا ريت كان معنا اليوم، كان أكيد فرح بهذا الخبر وأكيد كان رح يعمل حفلة كرمالنا. أي صح، لو كان معنا كان فرح وطار عقله. Thank you.
بابا بابا اهدى شوي اهدى بابا اتركوني ما بدي حدا يسندني خلاص أسد حاول تسمعني شوي يمكن نشال تكون متأسرة فيه بس هي أكيد ما بتعمل شي غلط بكفي لا عاد تذكروا اسم نشال بهالبيت رح أقتلها لأنه وجودها ما بينفع رح أقتلها واخصل عاري أمير الحق أبوك بابا استنى شوي بابا بابا اهدى يا الله شو هالمصايب شو صاير لهالبيت زين أنت لازم تحكي مع أمك اليوم وأنا رح حاول إقناع أبي وإشرح له وضعنا أمير ما رح يسكت أنا متأكدة وإذا قال لأمي وأبي بغيابي رح يعصبوا ويقلبوا الدنيا على راسي معك حق رح أحكي مع أمي ولا يهمك ما فيني أعيش بدونك يا روحي وأنا كمان وبتعرفي إني كتير بحبك وأنا بحبك طيب أنا رايحة انتبه على حالك مع السلامة بابا بابا اهدى شوي أبوك من اليوم بتعتبريه ميت وانت بايديك قتلتي يا قليله التربايه ما عاد في سبب حتى تضلي عايشه لا بابا لا خير شوفي نشال امي بنتي ليش قاعده لحالك على الدرج ليك بابا هاي رابيل اخذت لعبتي مني فيك تجيب لي لعبه ثانيه غيرها لو سمحت بابا اكيد يا بنتي لا تزعلي ابدا لانها اخذتها اذا رابيل اخذت لك لعبتك ما راح اجيب لك بدالها لعبه رح جيب لك بدالة تنتين ماشي؟ توعدني بابا؟ أكيد بوعدك يا حبيبة قلبي رابيل بتكون أختك بتلعبيها معك بكل ألعابك إيه؟ إذا تقاسمت غراضكن أنا رح جيب لكم لسه شو ما بتكون ماشي؟ لا بابا لا نفيسة قولي لا تمشي تترك البيت وتترك حياتنا وما ترجع لعنا أبداً هي فيها تروح وين ما بدها ما عاد تهمنا حياتها وليلة هذا البيت كان إلها وتوهبنا إياه وتطلع من هون من هاللحظة ما عاد بدي أشوف خلقتها عنا بالبيت وقال رح أقتلها بإيدي اهدى بابا شو ما سمعتي؟